اشتقت لك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا وبحبك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا بدي شوفك بدي كون حدك غافي عيدك طفل صغير بدي شوفك شو ما بدي لحق اياد شو بو لك يلا بحكي لك على الطريق مش خلصيني 5 4 3 2 طيب وين المصور والكاميرات؟ لك شو دخلك انت بالمصور والكاميرات؟ انا خاف فيهم اصلا، انا بدي اياك تطلع بحاله عفويه، يطلع احساسك عفوي، يعني ما بدي مشاكل. ها بلش 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 بدي شوف كف الخالة بالأرض إياد عم يدخن يا سارة ما بصدق عم اشتري مني انت روح من هون روح وحدي الله يخليك روح من هون لا ليش عم تسب كيف روح سارة سارة بليز ما بقى فيي خذيني على البيت لا لا تعي تعي بتوصل على الساعة 10 تمام، لأنه بس انشغلت الخطوط ما عاد يعلق معكم الخط، وإذا ما علق معكم الخط ما بتطنشوا، بترجعوا بتتصلوا مصرين يعني. لا تاكلي هم، أنا هلا كل رفقاتي بالجامعة بحلب، كلهم بيعرفوا بوقت البرنامج، هلا هلا أنا متأكدة إنه كل الاتصالات عم تنهمل على البرنامج، شغل الراديو اسمعي. إذا ما فيهاش يعني غلسة يعني، ممكن أنا أتصل. اتصلي بس عرفي شو تحكي. إخس. إخس يا ميديا. كده تكساري بخاطري؟ يعني انت عندك شك في قدراتي في الكلام؟ لا يا اختي، دي الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها. ميديا انت قلتي لأهلك على وقت البرنامج؟ ايه حكيت مع امي، بس خايفة يوصل الخبر لأخي وحيد. ليه؟ ليه بس كفالة الشر؟ يعني متزعلين، متخصمين، مش عاجبه يعني موضوع الفن؟